حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج. وصلنا معكم إلى فقرة المثل يقول، بنسمعها بصوت فيصل الملحم ونرجع. الشخص الوحيد الذي تقارن نفسك به هو أنت. نعم، المقارنات قد تضر، ولكن أفضل مقارنة هي أن يقارن الإنسان نفسه بنفسه. لعلكم تتذكرون معرض المملكة بين الأمس واليوم، وعلى غرار هذه الفكرة، قارن بين نفسك بالأمس ونفسك اليوم، وحينها ستعرف مقدار التطور الذي حصل في حياتك، وستعرف مقدار الركود في تنميتك لذاتك. في الغالب الإنسان يقارن بين وزنه بالأمس ووزنه اليوم، وهذا جيد، ولكن نحن نريد المقارنات بينك وبين نفسك في المجالات الأخرى وليس فقط الوزن. تفضل دكتور. شوف يا ابو يحيى، النظريه حقت معرض المملكه بين الامس واليوم، المملكه ما فكرت تقارن نفسها بدوله ثانيه، لانه انت ما لا بسوريا بل العراق، لا غير مجدي. انت تقارن المملكه بين الامس واليوم لانك تعرف التطور اللي حصل، التقدم اللي حصل. الان مع السوشيال ميديا الحقيقة كثرة الناس مقارناتها، وهذا مؤلم لما نشوف مثلا واحد بسيارته وانت سيارتك مثلا ونيت 84 ما مفحوصة وهو مع لكزس، تبدأ تقارن. هذه مدمرة للإنسان. العقلاء يقولون ان الشخص العاقل يقارن بين نفسه بالأمس ونفسه على كافة الأصعدة، السنة الماضية والسيارتك، السنة دي والسيارة، هل حصل تطور ولا لا؟ ثقافتك، احنا مع الأسف ننتبه للوزن غالبا، والله وزنك خف لأنه هو الشيء. أنا عجبني الأسبوع الماضي قابلني واحد صديق من سنة، قال يا أحمد صدق عجبني تنميتك لعقلك، تغير تفكيرك عن آخر مرة شفتك العافية، عجبني أنه أدرك هالنقطة هذه. لذلك أنت عشان تعرف ماذا تطورت على كل الجوانب، جوانبك المالية قارن دخلك العام وميزانيتك العام وصرفياتك العام بالسنة، على مستوى الوزن، على مستوى الثقافة، على مستوى محافظتك للوقت. أما إذا بديت تلاحق حقين السوشيال ميديا فهذا مضر. ليش مضر؟ لأنك أنت غالبا حقين السوشيال ميديا يا أنهم يظهرون الأشياء الإيجابية أو يتصنعون أشياء إيجابية. ممكن وأنا أعرف والله واحد دائما يستأجر ساعات ويطلع فيها في التيك توك على أساس أنه عنده ساعة فخمة وكذا. أنت ليش ترهن نفسك الواحد ما تدري عنه؟ هذا واحد. اثنين، قد يكون عندك نقاط قوة هي عنده نقاط ضعف، مثلا عنده فشل كلوي، أنت كليتك شغالة ما شاء الله، إذا أنت ليه ما نظرت للنعمة الثالثة؟ لذلك المقارنات بين نفسك وبين الآخرين. أنا دائما في السناب يجيني واحد برتقال على الريق ما يجيك حموضة، قلت حبيبي ترى معدتك ما هي معدتي، أنا ما تجيني حموضة أنت تجيك. لذلك الله عز وجل صحيح خلق البشر متساوين أمام الحقوق والواجبات، لكنهم مختلفين في القدرات والمهارات. ما كلنا محمد عبده، أنا عندي حنجرة صح نفسي محمد عبده، بس فرق كبير بيني وبين محمد عبده. مو كلنا محمد، أهم شيء أنك واثق من منافسة. أيوة طبعا، يعني هذه الثقة بحد ذاتها. قلت لمحمد عبده، قلت له أنت وأنا بنفس الطريق بس الخطى متباعدة، تعرف وين محمد عبده ماشي. مو كل الناس محمد نور، مو كل الناس ماجد عبد الله، كلنا عندنا أرجل. فأنا اللي بوصل له، قارن نفسك بنفسك بين سنة وشهر. أنا أفضل المقارنة الشهرية لأن السنة طول المدى طويلة. كل شهر قارن نفسك من حيث الوزن، من حيث محافظتك على صحتك، القراءة، المشي، التواصل، صلة الرحم، الصلاة، الدين، حفاظك للمال، حفاظك على صحتك، حفاظك على السعر. قارن نفسك. طيب دكتور، إذا قارنت ذاتك بين فترتين، طبيعي جدا أنك إذا كنت أفضل وصرت أقل أو أسوأ أنك ترجع للأفضلية، تمام؟ نعم. إذا قارنت بين ذاتك بين المرحلتين وجدت ذاتك أفضل، تحسنت، نعم، تطورت، في فارق، هنا إيش الدور اللي لازم تسويه؟ خلاص الدور الأول عرفنا أنك ترجع للأفضل، لكن هنا إيش تسوي؟ تصعد، ما في قمم ابدا، ما في سقف للطموحات. تطلع في نقطه مهمه الناس يغفلون عنها، لا انت تقارن نفسك بالاخرين بحاجه واحده، بالطموح. الله عز وجل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسين. اتذكر وانا صغير كان عندي صديق يصلي التراويح، انا اصلي نصها، فصار بالنسبه لي غيره ايجابيه، صرت اصلي زيه. واحد عمره 70 سنه وراح يدرس في الجامعه، وانت عمرك 50 ومتكسل. هذا المفروض يصير موتيفيشن، دعم لك وحافز في الأمور الإيجابية.
القدوات اللي نسميهم. هذا جميل انك تقارن نفسك في ايجاب في جانب خيري، مش في السوشيال ميديا وعنده سيارات. يا اخي العرفج ما شاء الله يقرا 8 ساعات في اليوم، بقرا 4 ساعات. صار عندك العرفج مولد ومحفز اللي هو الغبطه. هذه المجال، هذا المجال الوحيد. انا مثلا والله لما اشوف قراءه الطنطاوي استحي على نفسي، استحي اني انا لا شيء. فانا هذا يحمسني انك تكون. لذلك احنا نقول لك اجعل لك قدوات في كل شيء. مثلا انا يعجبني مثلا يحيى ابو يحيى قدوتي في الفصاحه في الكلام، فيصل الملحم يعجبني في حيويته ونشاطه، شاهين في ادراكه، شو اسمه موسى في مساله لمه للفريق وكذا. كل انسان في صفه حلوه خله قدوه لك بحيث انك انت تطمح له. وهذا كلام دال كارنجي يقول اختر من اصحابك كل صفه فيه جيد وحاول تقلده. هنا التقليد اللي يسمونه التقليد الايجابي الجميل. انا كم مره قلد محمد عبد صحيح ابعاد كنتم ولا قريبوني، اول ما طلعت كنت اغني على اخواتي ابعاد. صحيح انه يعني ما اكتمل المشروع، لكن على الاقل اني محاول. يا ابو يحيى لا تضحك، لا محاول. لا انا اضحك لاني مبسوط ان المشروع ما اكتمل، من صالح الفن والاغنيه انه ما يكتمل. شكرا يعني شكرا. يعني هذا مو احباط بس هذا تشجيع انك تهتم بالمعرفه وبالقراءه اكثر. طيب بس عشان نختم الموضوع طال عمرك، فالمقارنات بشكل كامل، لا تقارن نفسك الا بالاشياء الايجابيه عند الاخرين. بقيه البقيه خلي بين نفسك، وصدقني اذا انت صادق مع نفسك، صادق مع نفسك حتتطور بشكل سريع. اذا شفت انه انا يعجبني والله، قبل فتره واحد قال لي يا احمد ماني براضي عن نفسي، قلت له قال يا اخي من اول امشي يوميا الحين ما عاد صرت امشي. قلت له انت الان قطعت نصف المشوار في الحل. الاعتراف، احنا مشكلتنا ما في اعتراف في الخطا، ما في اعتراف. لو في اعتراف في تبرير. تقول واحد ما يا اخي الانسان هو لاقي وقت يقرا، ماشي هو لاقي وقت يمشي. لا تبرير، انت قل ما اقدر، قل احاول حتى لو ما تقدر، قل احاول. ايش يقول الشاعر؟ اعلل النفس بالامال ارقبها ما ضيق العيش لولا فسحه الامل. يا اخي احنا عايشين على الامل، ترى الحياه عمل وامل حتى نصل الى الاجل. الحياه عمل وامل حتى نصل إلى الأجل. الله يطول بعمرك دكتور. آمين. وبعمر كل من يسمع. بنروح